بيرتو. إذن زوز تغييرات، زوز تغييرات، وينطلق الشوط الثاني بين النادي الإفريقي وبور لوي الموريسي. العقربي كرة على اليمين، حمزة العقربي إلى الليفة، يرجع مرة أخرى لوسام بن يحيى. فخر الدين الجزيري، جزيري صابر خليفة، صابر خليفة، خليفة شناحي لمسة واحدة ممتازة تعدى صابر خليفة، الكرة ما تعداش المنوبي الحداد، افتكها وسام بن يحيى، وسام بن يحيى صابر خليفة مرة أخرى تعدى علي العاد، العاد يحضر ومازال اختار والكرة فوق المرمى. تبقى الكرة ويسية فكر وسام بن يحيى، نبيل حداد هجوم للنادي الافريقي، نبيل حداد يجيب الكرة على اليسار ياخذها صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، خليفة وبازيرك، بازيرك تضرب فيه باش ينفذ المخالفة. نبيل حداد يسدد بقوة والكرة على العارضة، ممتازة جدا تكون التسديدة على العارضة أحلى برشا من هدف. هاني عاد شوف، شوف من المسافة وشوف التسديد والقوة، تلعب الكرة ثنائية مرفوعة رأسية يا خويا هشام نبيل حداد، التسديدة الأخيرة أجمل من هدف. هذا رأيي الشخصي، شوف شوف من الزوايا الكل، شوف الكرة تحرك وتوز زنانين وتتفك الكرة من وسام بن يحيى وعكس الهجوم، ثلاثة ضد ثلاثة توا ولاو أربعة، أربعة ضد ثلاثة، الكرة على اليمين توصل منو بالحداد، منو بالحداد، منو بالحداد بجنب المرمى في الشباك الصغيرة. آه يا منوبي يا حداد ماكش محظوظ اليوم إلى حد الآن، ماكش محظوظ اليوم، يحب يسجل ذهابا وإيابا المنوبي الحداد. 10 عماد المنياوي باش ياخذ مكان الروزيكي، الروزيكي يخرج تحت تصفيق الجماهير الحاضرة، الروزيكي سجل هدف، أعطاه هدف، هدف آخر ما تحسبش. على كل كان زميل المخرج نبيل بسيدي يعطينا هدف الروزيكي، يخرج الروزيكي يدخل عماد المنياوي اليمين، حمزة العقل، حمزة العقل، لكن ضيع، ضيع الكرة تفك لفريق بورلوي، والهجوم المعاكس على الجهة اليسرى مرفوعة الكرة، جيكان، جيكان مازالت عنده الكرة، والحكم يقول ضربة جزاء، يقول ضربة جزاء لفريق بورلوي بعد التدخل الأخير نتاع بلال العيفة على جيكان. هذه الإعادة، هذه الإعادة للعملية الأخيرة، خلينا نشوفوا من هنا، ما ثماش ضربة جزاء، ما ثماش ضربة جزاء. على كل في التنفيذ أمام فاروق بن مصطفى، جيكان ينفذ ويتصدى فاروق بن مصطفى، والمتابعة، المتابعة الجزيري صابر خليفة، صابر خليفة، خليفة، خليفة لليمين، وراه شنيح، 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 حمزة العقربي تتعدى الكرة والحارس يتصدى على مرتين. يلعب في بعض الأوقات بمثل هذه الطريقة، ركوتو سنانين يلعب الكرة مقوسة ورأسية، والهدف الثاني لفريق بورلوي. فينهي الحكم الصومالي حسن محمد.